السلام عليكم، معاكم احمد عادل، وهنكمل مع بعض سلسلتنا في تعلم برنامج كيو جي اي اس. يا رب تكون المحاضرات اللي فاتت فادتكم، وتعالوا نكمل النهارده. اخر مره خدنا فيها ازاي فقط بمعلوميه المكان اللي انت عايز تدرس له الهيدرولوجي بتاعت الووتر شيدز، ازاي تقدر تعمل ديلينيشن وينتهي بيك العمل وانت معاك الستريمز والووتر شيد اللي بيجمع ميته عند هذا المكان اللي انت بتدرسه. وزي ما احنا شايفين انا بكمل على الشغل اللي عملناه المره اللي فاتت، فانتهينا المره اللي فاتت بهذا الووتر شيد اللي احنا شايفينه. النهارده هنكمل ان احنا طبعا اي حد بيشتغل في الهيدرولوجي وفي الفلاش فلادز عارف ان احنا بنعوز نستخدم بيانات الامطار اللي هي في المحطات، ونستخدمها في حساب الافريج او المتوسط المطر على الحوض بتاع منطقه الدراسه. فالسؤال كان بيبقى ازاي تحويل البيانات عند نقط الى بيانات تغطي مساحه كامله. عارفين ان في كذا طريقه مختلفه لهذا التحويل، لعل من اشهرها طريقه التيسن بوليجون. لو حبينا نبص على الثيوري بتاعها هنلاقي ان احنا معانا في حاله ان انت عندك حوض، الحوض فيه اكتر من محطه مطر حواليه، بيبقى الافريج رين فول او المطر المتوسط على الحوض هو عباره عن ان احنا بنجيب كل محطه وبنتصور ان هي المساحه المحيطه بيها هي نفس خصائص المطر ونفس عمق المطر ونفس كل حاجه عند النقطه اللي احنا قايسينها ديت. وبيبقى الحوض بنحتاج نقسمه زي ما احنا شايفين كده عن طريق المضلعات ديت، اللي المفروض بتقسم الحوض الى مناطق تاثر مختلفه بالمحطه. فمثلا في المثال اللي احنا شايفينه، الجزء اللي فوق ده منطقه من الحوض احنا بنفترض انها مطريا بالظبط زي المحطه اللي في وسطيها اللي هي R1 دي، ونفس الكلام بنفترض ان كل بوليجون هو كميه المطر اللي بتنزل عليه وتوزيعها وكل خصائصها زي اللي احنا عندنا متجمع له داتا في محطه المطر اللي في وسط هذا البوليجون. فبنقول ان كميه المطر نزلت عند النقطه ديت لما بنضربها في مساحه هذا البوليجون ونقسمها على كامل مساحه الحوض بيدينا رقم. الرقم ده لما نجمعه لكل البوليجونز يبقى دوت قيمة المطر على كامل الحوض. يعني لما نيجي نعبر عنها رياضيا هنقول ان متوسط المطر على الحوض بيساوي سيجما، اي مجموع مساحة كل بوليجون في كمية المطر اللي نزلت عليه بالنسبة لمساحة الحوض ككل. فبنيجي نقسم مساحة كل بوليجون على مساحة الحوض ككل ونضربها في كمية المطر المتسجلة عند هذا البوليجون. مجموع هذه القيم هو قيمة المتوسطة للمطر. الطريقة دي تسمى المتوسط الوزني، الويتد مين. والطريقة دي صح لو احنا كل بوليجون من دول ذو خصائص طبوغرافية متجانسة. فيبقى اللي فوق ده مثلا مناطق جبلية، هنلاقي اللي تحت مناطق سهلية وهكذا. فكلما كان في تجانس جوه كل بوليجون كلما كانت الطريقة دي قريبة ومقبولة من الصواب. لو رحنا على الكيو جي اي اس هنلاقي ان عندنا الحوض وعندنا ادي محطات المطر. هيبقى اول خطوه هنعملها ان احنا هنرسم هذه المضلعات باستخدام الداتا المطريه اللي معانا. حاجه زي كده هنلاقيها فين؟ هنلاقيها احنا عرفنا خلاص من قبل كده ان احنا عندنا كميه مكتبه كبيره من الداتا او من التولز موجوده جوه كلمه ساجا دي، كميه كبيره من التولز، وفي كميه ثانيه موجوده جوه الجراس. اللي هنستخدمه النهارده هو الساجا. هنلاقي جواها مجموعه من التولز برضه للفيكتورز، واحدة منهم اسمها أدوات للملفات البوينتس أو الداتا البوينتس. هفتحها هلاقي آخر واحدة فيهم اسمها التيسن بوليجونز، وواضح من اسمها إنها بتاخد البيانات البوينتس اللي عندنا في اللاير بتاعة الرينجيج وتحولها لبوليجونز. أنا هدوس رن هنا علشان نشوف الرفلي التول دي بتشتغل إزاي ونقيمها، وبعدين هنحتاج نريفيو. أنا عارف إن احنا هنحتاج نصلح فيها حاجة. هنبص هنا، تعالوا نشوف احنا لما جينا نشغل التول ديت ادي النتيجه اللي احنا شايفينها دي طلعت لنا من هذه ان احنا شغلنا هذه الويندو اللي قدامنا. انا اخترت اللاير اللي اسمها رينجيج، وده طبعا صح ان هي دي اللاير اللي انا عايز استخدمها. وهنلاقي عندي تحت رقم هنا احنا سيبناه على الديفولت بتاعه اللي هو اسمه فريم سايز. الديفولت بتاع الفريم سايز ده هو الدايمنشنز بتاعت التيسن بوليجون اللي قدامنا ديت. وبما ان احنا ما كتبناش اي ادرس في البوليجون اللي طالع فهنلاقي ان هو سماه بالاسم الديفولت بوليجون وحط العلامه دي، معناها ان الفايل ده تمبوراري، يعني مش متسيف على الهارد، مجرد فيجواليزيشن. طيب اللي عندي المشكله هنا ان لو كانت المحطات ديت متباعده حوالين الحوض كان هيبقى
الشكل اللي طالع يحتوي على الحوض بالكامل، لكن اللي انا شايفه قدامي ان الحوض جزء كبير منه طالع بره الشكل اللي موجود. الحل بتاع حاجه زي كده ان احنا نكبر الفريم سايز، فتعالوا مثلا نكبر الفريم سايز، نحط مثلا ايه 4000، لان انا اخترت رقم 4000 او 3000 او كده، لان انا اللي عامل الداتا، فانا مختار المشروع ان هو يبقى يو تي ام، فيو تي ام الوحدات بتاعته متر، فكلمه 10 اللي موجوده دي كانت 10 متر، فطبعا ليس لها اي تاثير 10 متر، فانا خليت الدنيا كبيره شويه 4000 دي، انا متاكد كده انها يعني انا موسع الدنيا يعني. فبالنسبه للبوليجون انا هنا بقى يعني انا بما ان انا متوقع ان دي نسخه نهائي فانا هسيفه، هسميه تيسن بوليجون وادوس سيف، هو هيعمل اوفر رايت على فايل كان موجود بالفعل مش مشكله، هيرن وهيطلع لي فايل جديد. الفرق الوحيد ما بين الفايلين دلوقتي هو الفاليو بتاعه الفريم سايز، هنلاقي ادي تيسن بوليجون طالع زي ما احنا متوقعين تماما تمام. الفايل اللي قبله اللي هو طلع من قيمة أصغر هنلاقي يعني الفرق بينهم بس في السايز، إنما اللاين ده هو هو، فقط حصل له اكستنشن لما كبرنا السايز. فأنا ده اللير دي خلاص مانيش عايزها شلها تمام. أدي تيسن بوليجون وهرجعه، معذرة هرجعه كده، وأدي الإيه الحوض بتاعي هنا. طيب الخطوة اللي بعد كده إحنا زي ما إحنا شفنا في المعادلة، أنا محتاج إن الحوض ده أعرف تقاطعه مع التيسن بوليجون ديت تمام. فانا عايز الجزء اللي احنا شايفينه هنا ده من الحوض اللي هو محدد مع الجزء البوليجون ده اعرف مساحته واعرف خصائصه. يبقى انا اذا محتاج اعمل تقاطع ما بين الووتر شيد شيب فايل والتيسن بوليجون شيب فايل. الانترسكشن دوت موجود هنلاقي في الادوات القياسيه الاساسيه اللي موجوده في الكيو جي اس، هنلاقي مجموعه ادوات حاجه اسمها اوفرلاي، يعني تراكب حاجات فوق بعضها، من ضمنها حاجه اسمها انترسكشن. لما ادوس على الانترسكشن هو بيسالني انت عايز تعمل تقاطع لايه مع ايه؟ انا هقول له اللاير الاولانيه اللي هتعمل لي تقاطع ليها هي الووتر شيد، اللاير الثانيه اللي هي اسمها التيسن بوليجون تمام؟ الانترسكشن ممكن اسميه ووتر شيد تيسن انتر سيكشن تمام. نقول اوكي يلا عم توكل على الله كلوز. هلاقي طلع لي طبعا انا مش شايف يعني مش حاسس ان في شيء مميز ظهر، هيبان لما نطفي بقيه اللايرز. انا كده طفيت التو لاير بتاعه الووتر شيد والتيسن بوليجون، هلاقي ظهر لي لاير جديده. هنلاحظ ان اللاير الجديده دي هي شكلها الخارجي هو الحوض، لكنها متقسمه من جوه زي ما احنا شايفين كده على شكل الايه التي سيمبوليجون اللي كان طالع. لو فتحنا بقى تعالوا نشوف كده ايه الداتا اللي عندنا جوه الفايل ده، هنلاقي عندي هنا عمود اسمه اريا، عمود اسمه بيريمتر، عمود اسمه نيم تاني، وبعدين رينجيج. انا كده ممكن الوهله الاولى اقول يبقى جميل قوي، دي اريا بتاعه كل مضلع منهم، وده المحيط بتاع كل مضلع، ودي حاجات تانيه كده وفيها مطر وكده. الحقيقه لازم ننتبه كده من الوهله الاولى برضه، هنبص نلاقي ان الاريا متساويه في الثلاثه مع ان الاشكال مختلفه جدا. فحاجه زي كده ايه السبب؟ يعني ازاي الاريا متساويه رغم ان الاشكال مختلفه؟ الحقيقه ان احنا محتاجين نعرف التيسن اشتغل ازاي. التيسن لما جه عمل انترسكشن ما بين تو لايرز، فتح الاتريبيوت تيبل بتاع اللاير الاولانيه، وفتح الاتريبيوت تيبل بتاع اللاير الثانيه، ادي واحده وادي معذره ادي واحده وادي الثانيه. واللي عمله ان هو خد الاعمده بتاع كل واحده فيهم اهو، يعني تعالوا نفتح ديت وديت وديت والثالثه فين، يلا تعالى اهو. هو اللي عمله هنا ان هو خد الاريا والبريمتر والنيم من اللاير دي، حطهم هنا ادي اريا بريمتر نيم، وراح على اللاير الثانيه خد نيم ورين، فطلع لي عمود طلع لي اتريبيوت تيبل فيه كل الاعمده بتاعه الاثنين التانيين، مع الاخذ في الاعتبار ان هو يعني العمود مش اتعمل عشوائي، لا يعني كل صف من دول هو واخد يعني هو عمل ايه؟ خد الانترسكشن بتاع الدوت مع كل واحده فيهم، وراح عامل لي لاين. فاللاين ده مثلا هو الداتا بتاعت الوادي ده مع الرينجج 2 اللي هي قدامنا دي، فهنلاقي نفس الداتا كده الثلاثه دول مع الاثنين دول. بعدين خد التقاطع ما بين السطر ده
والعمود والسطر الثاني، وراح عمل لي السطر ده اهو، وراح جه خد اللاين ده وراح على الرينجيج ديت رقم 4. نلاقي ان هنا مفيش رينجيج رقم 4، عندي 1 و2 و3 بس. ده سببه ان رينجيج 4 اهي التي سيمبوليك بتاعها مش متقاطع اصلا. يعني تعالوا نعمل دي سيلكت، تمام، هنلاقي ان البولينج بتاعها مش متقاطع مع الحوض، علشان كده ما ظهر لناش في هنا. فاذا التيبل ده هو تيبل نتيجه تقاطع الحوض مع ما امكن التقاطع معه من التيسن بوليجون. جميل قوي. الخطوه اللي بعد كده تعالوا نطفي دوت. يبقى انا اذا جميل جدا، تعالوا على سبيل يعني تجميل الشكل بتاع التيبل نمسح شويه الاعمده اللي احنا مش عايزينها. اذا الاريا دي مش دي الاريا اللي انا بدور عليها، الاريا دي ما تصلحش ان انا اعوض بيها هنا الا اذا ان انا اقول ان الاريا اللي هي متساويه دي هي الاريا الكابيتال دي اللي هي مجموع مساحه الحوض. لكن احنا مش هنستخدم الاسلوب دوت، فتعالوا نحذف بعض الاعمده اللي احنا مش هنعوزها من خلال الزرار دوت اللي هو ديليت فيلد. اللي عايز مقدمه عن التعامل مع الاتريبيوت تيبل في فيديو سابق لينا على نفس البلاي ليست بنشرح فيه الجدول ده بالتفصيل او الويندو دي بالتفصيل. طب انا ايه اللي مش عايزه هنا؟ مش عايز الاريا، مش عايز المحيط، مش عايز النيم الاولاني لان ده نيم الووتر شيد وهو متساوي في كله، او دوس اوكي. كده انا هيطلع لي هنا فقط العمودين، العمود الاولاني بتاع محطه المطر المؤثره وده قيمه المطر بس. طبعا احنا فاهمين ان دي مش الداتا، مش ده غير ده يعني، رغم ان هما نفس الداتا بس المعنى هنا مختلف بشكل كامل. معذره نمسح بس دول عشان فتحنا طبقات كثيره. انما دوت هنا التشابه ما بين التو تيبلز نتيجه فقط ان احنا حذفنا اعمده وده التقاطع، ماذا والا فده بوليجون شيب فايل انما ده بوينت شيب فايل. طيب ايه تاني ممكن نعمله هنا؟ عايزين بقى ان ايه نعدل بعض الحاجات، عايزين نضيف، عايزين نحسب ببساطه كده. احنا عايزين نحسب المعادله دي، احنا في الاخر عايزين نطلع الار، فعايزين نحسب الحسابات دي. الحسابات دي عباره عن حاصل ضرب قيمه المطر عند كل محطه في الاريا المؤثره بيها، يعني قيمه المطر عند كل محطه اللي هو العمود درين ده، فانا عايز كمان اضربه في الاريا بتاعه كل بوليجون. لو انا جيت هنا انا عندي نلاحظ ان نفس الشكل نفس اللون بتاع البوليجون واحد، فانا عايز اخليه مختلف. اختار كاتيجورايز، انا دلوقتي عايز اغير شكل اللون بناء على احد الخصائص. فانا عندي مثلا النيمز، تمام، فالنيم عندي هي مختلفه في كل، عندي ثلاثة نيمز، فانا مش عايز، انا عايز اقول كده. فانا دلوقتي خليت عندي كل بوليجون مختلف في اللون بتاعه كجاست فور ان انديكيشن يعني. طيب اللي انا عايزه دلوقتي من حيث الحسابات اني اجي هنا واعمل الحسابات اللي قلنا عليها، ان انا عايز احسب مساحه كل لون من دول او كل جزء من دول واضربه في قيمه المطر دوت واقسمه على مساحه الحوض الكليه. تعالوا نعملها بشكل احترافي شويه، هنعملها نحاول نعملها في خطوه واحده. لو كنا هنعملها على اكتر من خطوه كنا هنيجي هنا نعمل عمود ونقول له حط لنا فيه الاريا، معذره هنقول له حط لنا فيه الاريا بتاعه هذا الشكل. والكلام ده بيكون عن طريق ان احنا بنيجي ونقول له اد جيومتري اتريبيوت اللي هو ده اللي موجود جوه فيكتور جيومتري، تمام، وبنقول له كده فبيروح هو قاري ونعرف له الشيب فايل ده فبيعمل لنا شيب فايل جديد ويضيف لنا هنا عمود اللي هو الاريا لكل بوليجون من دول. ده شفناه في فيديو سابق. فالنهارده عايزين نعمل حاجه متقدمه شويه، هنعمل ده عن طريق ان احنا نستخدم الفيلد كالكوليتور زي ما احنا شايفين كده في الزرار ده، حاجه اسمها اوبن فيلد كالكوليتور. طيب اللي مطلوب نفتكر المعادله سوا، سيجما ار في اي على التوتال اريا. دلوقتي هننسى السيجما دي مؤقتا ونحسب الحسبه ديت لكل رو. طيب تعال انا عايز اطلع عمود جديد، فانا هعمل كريوت نيو عمود جديد وهسميه ار سمول في اي سمول على اي كابيتال اللي هي نفس الشكل اللي جوه علامه السيجما ده، واقول ان هو بيساوي الرينفول هقسمه على 1000 لان قيمه المطر ده بالملي، تمام.
فالرين فول على 1000، وبعدين عايز اضربه في المساحه. المساحه هنا مش هنعملها بالطريقه اللي احنا لسه قايلين عليها، هنعملها بطريقه ثانيه. هنلاقي في مجموعه الادوات اللي موجوده عندنا، هنلاقي في قائمه اسمها جيومتري، لو دوست عليها هلاقي في 2 اريا عندي، تمام. انا عايز الاريا اللي هي عليها علامه الدولار ساين ديت، دي اللي هي مكافاه للي احنا كنا بنعمله اجيومتري، فدي اللي هتحسب مساحه البوليجون. لغايه دلوقتي انا كده قايل له اضرب لي الار في الاي، الار سمول في الاي سمول، فاضل بقى ان انا اقول له على التوتال اريا. فهاجي على هي بس لما بدوس بتطلع لي، عملت علامه على، عايز احسب سيجما الاريات دي، صح كده؟ نعمله ازاي؟ هنلاقي في قائمه فوق اسمها اجريجيشن، لما ادوس عليها هلاقي اخر واحده فيها اسمها صم، فانا هدوس صم وارجع تاني ادوس اريا دي واقفل الايه القوس. تعال نقراها تاني. المطر نقسمه على 1000، فكده بالنسبه لنا ده كله هو المطر برضو ما زال، مضروب في A اللي هي مساحه الجزء المطير، مقسوم على مجموع الايهات، AR في A على مجموع الايهات. نقول اوكي. وعلى فكره في امكانيه ان احنا نيجي من هنا وندوس كوبي، يبقى كده حافظين المعادله لو حبينا نعيد تاني او نعدل فيها حاجه. نقول اوكي، ونلاحظ طبعا بيطلع عندك هنا نتيجه بشكل سريع مختصر لاول قيمه في العمود. هنلاحظ ان انا عندي هنا ظهرت القيمه بصفار، طبعا ده شيء مش ممكن، لان انا عندي قيمه هنا موجب والمساحه موجب، فالمفروض يطلع في نتيجه، مفيش عندي صفر، لا الريم بصفر ولا الاريا بصفر. لما ارجع افتكر يا ترى ايه اللي حصل، هضطر ان انا ارجع تاني على الاوبن فيلد كالكوليتور وارجع المعادله. طيب انا مفيش حاجه في المعادله هنا اي خالص تطلع اصفار، الا اذا انتبه لحاجه بقى. نبص فوق على الاوت بوت فيلد تايب، هلاقي هنا طيب الرقم اللي طالع هو كان معمول انتجر رقم. ايه اللي يخلي الرقم يطلع صفر رغم ان هو لازم يطلع بقيمه؟ ان هو يطلع اقل من 1، 0.1 0.2 0.3، فبتقرب تبقى يعني صفر. الحقيقه ان انا هرجع تاني ار اي على اي مثلا واحط 2، لكن هختار ان هي ريال نمبر، ماشي، وممكن اكبر دي شويه خليها 5 خانات 20. ليه كده؟ لان انا عارف ان الرقم ده هيطلع رقم صغير. السبب في كده ان احنا قسمنا، احنا بنتكلم بالامتار، ماشي، فبما ان دي منطقه جافه فالقيم الامتار اصلا بالملي، فلما حولناها المتر طلع رقم صغير جدا، فلما اتعمل انتجر بقى بصفر. تعالوا نعيد التجربه تاني. الحمد لله هي طلعت الارقام معانا اهيت، تمام. الارقام دي تبدو صغيره بس هي مش صغيره، هي فكرة انها بالمتر. طيب كده حسبنا كل حاجة، فاضل بقى آخر خطوة اللي هي السيجما، إن احنا نجمع قيمة الأمتار اللي هنا مع ما ننساش إن احنا نضربها في 1000. طيب نعمل ده إزاي؟ عندنا أكتر من طريقة، طبعًا يعني عايزين نشوف طريقة برضو نتعلم فيها حاجة جديدة. هنيجي على قائمة فيكتور، هنيجي على معذرة من قائمة فيكتور، هنلاقي في الاناليسيس تولز حاجة اسمها بيزك ستاتستكس فور فيلدز، واضح من اسمها انها بتعمل عمليات احصائية على الاعمدة يعني. طيب انا انهي، تعالوا نقفل ايوه نقفله كده عشان نسيف الداتا اللي فيه كده، بس كنوع من ايه نطمن الارقام محسوبة يعني. الوقت احنا نعرف نمسح العمود ده عشان لو احنا مش عايزين. طيب انا دلوقتي عايز في اللاير دي اللي اسمها ووتر شيد انترسكشن، العمود اللي انا عايز اعمل الاحصاء بتاعته هو الار اي على اي 2، تمام. وممكن اسيب دي بشكل يعني مش شرط ايه اختار حاجه دلوقتي، وادوس رن. هنلاقي هنا عمل لي كل الحاجات، بص لاقي ماكسيمم مين ميديان مينيمم، تمام. انا اللي انا عايزه من الكلام دوت الصم، هنلاقي الصم قدامنا وادي الرقم اهو. الرقم ده هو ده متوسط الامطار اللي نزل على المكان، ليه؟ لان ده الصم بتاع دول، ده الصم. لما انا اطبق السيجما الكل قيمه كانت هي دي، لما طبقت السيجما عليهم طلع لي الار. فاذا ادي اجمالي المطر اللي نزل هو 0.031 متر، اللي هي لما اضربها في 1000 يطلع 31 مللي، رقم معقول جدا في المكان ده. وكمان هلاقي عندي هنا في القيمه ديت لو انا دوست هنا هتلاقي فتح لي زي فايل كده تكست على الانترنت يعني اكسبلورر، هلاقي نفس الارقام يعني بس هلاقيها بشكل ايه اكبر واوضح، وادي الصم طالع لنا اهو، تمام. الحمد لله، اتمنى تكون الحسبه دي مفيده ليكم، ويا رب يكون الفيديو ده مفيد. يا ريت يا جماعه نعمل شير عشان ننشر المنفعه.
ربنا يعني أدل على الخير كفاعله، وما تنسوش يعني تشارك في الثواب، علشان يعني العلم هو وسيلة للطاعة يعني. وشكرا لكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يصلكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم.